مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصة نوبليون بو على امواج اذاعة من لا صوت لهم. اذا ميكرو اذاعة من لا صوت لهم غاديو دي سون فوا، ارساء اليوم ولمرة اخرى نستضيف عائلة من عائلة المفقودين. اليوم وليس مثل كل مرة نستضيف ابني مفقود بن دريعة الهواري، ابناه وهما عبد القادر وعبد الكريم. مرحبا بكما في حصة ما ننساوش. اذا نبدأ بتعريف السيد عبد القادر مجد معنا. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. عرف نفسي. بن دريعة عبد القادر، أستاذ تعليم ثانوي. الله يبارك. فيما يخص الأب تاعي هو بن دريعة الهواري، مفقود منذ 21 جوان 1994. نعطوا الكلمة للأخ عبد الكريم لكي يعرف عن نفسه كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك الأخت لك معنا وراك تعاوني فينا. بن دريعة محمد عبد الكريم ابن مفقود بن دريعة هواري. أنا في عمري 34 سنة. الله يبارك. تاجر. حنا رانا جينا هنا عندها باش تعاوننا، باش عندنا حنا مطلب غير واحد، هذا مكان بغينا نعرفوا الحقيقة وصاي. هذا مكان، هذه هي، هذا هو شعارنا، هذا هو شعارنا، غير الحقيقة والعدالة. هذا مكان معرفة الحقيقة وصاي والعدالة، هذا مكان. وبربي إن شاء الله كما قال لك نوصلوا الحاجة اللي رانا باغينها، إن شاء الله نحققوا المطلب تاعنا. إن شاء الله راح نكون دائما في الصورة، وشعارنا دائما هو نفس شعاركم، حقيقة والعدالة، والبحث عن الحقيقة والعدالة إن شاء الله يا رب. هذا هو شعار، هذا هو شعار عائلة المفقودين. نترك لكم يعني الفرصة لأن تعرفونا عن أبوكم المفقود هو لي بن دريعة. فيما يخص الأب الوالد، كان إنسان محترم، كان إنسان مثقف، كان يخدم مدير مدرسة، كان نورمال عايش كما الناس مع العائلة تاعه. كانت ما في الونس وحنا في البلدية تاع بوتليريس كانوا كاع الناس يبوه، كاع الناس هضر فيه في الخير. وحتى جا هذا الأمر تاع جاو لي جوندارم، جاو معاهم لاسيكيتي ميتار، داوه من الدار. اش غادي نقول لك، بنادم تبلوكا ما نجمش يهضر، صراحه كان يتفكر لي سيفوني، تفكر بزاف صالح والله تبلوكيت، ما بقيتش كاين غادي كي غادي نعبر. عبد القادر يحدثنا عن الاب تاعو. شكرا. الوالد كان اولا قبل ما نتكلم على القصه ولا الحقيقه ولا عندي رسالة نوجهها، أن هنا اليوم باش نتكلموا ما عندنا لا تصفية حسابات ولا كما يقول لك أيادي خارجية، ولا حنا نحوسوا على الحقيقة وهي الأب تاعي وراه. ما عنديش تصفية حسابات مع أي أحد، البعض يتهمنا يقول لك أيادي خارجية إلى آخره. أما فيما يخص الأب بن دريعة هواري، إطار جزائري اللي هو مدير مدرسة ابتدائية وضب الأجيال، قبل ما كان مدير كان معلم في اللغة الفرنسية، والجميع يشهد له. زعما ما نقول الأب تاعي ولا، بشهادة الجميع أنه كان يحب الخير، كان يحب الوطن، يحب العمل إلى آخره. تم اعتقاله كما يقولوا نتيجة أفكاره، لو قلنا النظام اعتقل الأب نتيجة أفكاره، وهي أفكاره كان في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ودمهم الوحيد أنهم كانوا منخرط في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أنا اليوم على راني نعاود نولي الذاكرة ورسالة نوجهها كاع اللي كانوا يعيشوا ديك الفترة، وخاصة الذي اعتقلوه، أن التاريخ لا يرحم، التاريخ لا يرحم ويشهد ويؤرخ. وانا
عشت أيام عصيبة بدليل أن عندي حادثة أثرت فيها كثيرا، وهي عندما جوزت البكالوريا تاعي في سنة 2000 وبغاو يطردوني من الباخ. التهمة أني ما عنديش بطاقة تعريف وطنية، التهمة أن الأب معتقل وعندي شهادة تقول باللي رحي، وبطاقة تعريف كنت صغير كان عندي 17 سنة، ومي تروح للمصالح تاع الدائره يقول لك ما نجمش نخدم لك، اللي خلق الضمانه اللي خلق الاب تاعك يدير لك ضمانه الى اخره. هذه الحادثه اثرت فيا كثيرا، رغم ان داروا لي بطاقه مدرسيه، بصح المدير المركز بغى يخرجني ويطردني لولا تدخل بعض الاساتذه الى اخره. رغم هذا قلنا معليش، حنا رانا نبغوا الوطن الى اخره، والحمد لله دينا البكالوريا سنة 2000 وبغينا ننضموا الى جهاز الدرك الوطني. كان معليش قلنا حنا هكذا وباغيين نكونوا نخدموا الوطن وحب الوطن، باش ما يتهموناش باللي الاب تاعي كان عنده فكر وانا كان عندي فكر اني نخدم الوطن. والمصيبه والطامه الكبرى اذا انا اتفاجئ ان يتم رفض الملف تاعي باش ننضم الى صفوف الدرك الوطني. هذه كذلك أثرت فيها كثيرا كثيرا، وحسيت بلي مانيش عايش في بلادي، حسيت روحي بلي أنني غريب، أني باين دافع على الوطن. ثم من بعد ذلك أصبحت نعيش تاع هذا ولد إرهابي، هذا ولد فيس، هذا ولد منا بلاش عليك. فكرت في الحرقة بعد مدة شهادة مهندس الدولة سنة 2005، فكرت في الحرقة هروبا من كما يقول لك حكم المجتمع اللي حكم علينا باللي احنا ولاد إرهاب. ومعليش وأخيرا في ثالثة هنا بغينا ندخلوا في الانتخابات المحلية، ودخلت سيدي مع حزب الحاكم اللي هو حزب جبهة التحرير الوطني، وإذا أتفاجأ برسائل تتهمني أني ولد إرهابي، ولد مؤخرا مازال الناس مازال على حكم المجتمع، مازال أنا على بها نحوس على الحقيقة، نطالب بالحقيقة وإنصافي ما عندي، ونعاود نأكد عليها والله ما عندنا لا تصفية حسابات لا والو، نحب الوطن وماني مستعد لا نحاسب تا واحد، راني مستعد باش نشوف غير الاب تاعي لا روحي ولا راه ميت فقط، والله ما نحاسبهم، انا مجيتي راني مسامحهم شوالا، باش نشوف غير الاب تاعي وراه اسكو راه حي ولا ميت. خاطش انا هذه الحادثه دبش عليك، هذه اثرت فيا كثيرا وكثيرا، شنو باغي نقول لك، ومازالني قاعد هنا في الوطن حبا في الوطن. لأن هي جاز اللسان عن التعبير بعد ما قلتها أخ عبد القادر، نفسك كأي حالة نفسية يعيشها كل أو كل عائلة من عائلة مفقودين، هذه الكلمة تاع أبوك إرهابي، أخوك إرهابي، يعني واحد من عائلة إرهابي، والطامة الكبرى كما قلت أنك حبا للوطن وحبا بأن تخدم وطنك، يعني ما يقبلوش انك تكون في 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 سلك من الاسلاك العسكريه على سبيل المثال. يعني لما نقعد نفكر ونشوف الملف على اساس ان الاب تاعك كان انسان مثقف، يعني من خلال الملف من خلال الوثائق اللي شفناها من خلال مفقود الاب، انه كان استاذ، كان مدير مدرسه، كان انسان واعي، همه الوحيد او ذنبه الوحيد كما قال عبد الكريم انه كان ينضم الى جبهه الاسلاميه للانقاذ. مؤسف جدا، وليس تصفيه حسابات بطبيعه الحال من طرفكم، وانما هي بحث عن حقيقه والعداله، وهذا ان شاء الله نكون قد وصلنا الرساله من خلال هذا اللقاء، من خلال هذه الحصة، حصة ما ننساوش، لأنه عائلات المفقودين ما نساوش مفقوديهم ولن ينساوهم حتى تبان الحقيقة والعدالة، لأنه بدون إبراز الحقيقة والعدالة
ديروا في حسابكم باللي هاد العائلات، هاد الأبناء، هاد الأمهات، هاد الزوجات وهاد البنات تاع المفقودين راهم محقورين من طرف المجتمع بذنب أن والديهم راحوا في العشرية السوداء. حكونا كيفاش كان الأب تاعكم، كيفاش كان معاكم في العائلة، كيفاش كان يتصرف معاكم لما كنتم أطفال، كيفاش كانت الحياة العائلية تاعكم مع الأب تاعكم؟ بون كيما أنا نعيش معاه بزاف باسكو كداوه من الدار كان عندي 9 سنين، لذلك زعما ما نقش عليه بزاف. نقل باللي كيما كي كنت معاه كانت حاجة واحدة، كنت نحس بالأمان، كي راح الأمان راح. شغالي نقول لك من موراه فتنا كما قلت لك مراحل صعبة جدا لحد الآن رانا نعانو منها. دفا كانت صعوبات نفسية تاني بالبزاف، المجتمع ما رحمناش. مام تاني كانت تما وقت الإرهاب ما كانش الأمن، كنا نخافو باش نخرجو باش نهضرو مع واحد نخافو. ثم هو كي راح كل شي راح معاه. قبل كنا نحسوا معه بالأمان، كنا نحسوا معه بالطمأنينة، كان يعاملنا غاية، كان يحس بينا كي واحد يفقد الأب تاعه صار كل شيء راح معه. أساس الدار كيف يقول؟ هذه هي. وان الحمد لله دروك رانا غاية كبرنا. شو صالح؟ الحمد لله. أشبال. الحمد لله. ديك كان شي صوالح بزاف ما نسوهمش بصح ما اثرش في حياتنا وكملنا الطريق ونجحنا وصلنا والحمد لله يا ربي. الامل بالنسبه لي انه تبان الحقيقه حاجه الاولى. علاش حنا ما نطالبوا لا تعويضات لا نطالبوا بالحقيقه؟ الحقيقه اين هم؟ سؤال هذا اللي نطرحه دائما، اين هم؟ ولا داروا حاجه ولا اين العداله؟ اين المحاكمه العادله؟ راكم تقولوا باللي احنا دوله العداله ودوله القانون وتطبقوا القانون، كاش مشكله؟ احنا ثاني احنا رانا في خدمه الوطن وفي خدمه العداله. الامل بالنسبه لي اني نكمل المسيره، وحنا كذلك اولاد الجزائر ورسالة للشعب الجزائري أن احنا لسنا بأولاد الإرهاب كما البعض يقول. احنا أولاد الجزائر، كاين بعض أطراف هي التي قامت بهذا العمل، شوهت الصورة تاعنا بدليل هذه ما عندي لا حقد لا والو، بدليل أن عندما شريت البكالوريا وجيت 2000 أول الحلم تاعي وهو الانضمام إلى جهاز الدارق الوطني والدفاع عن الوطن، هذا هو. ما عندنا أي حقد. راني الآن أستاذ تعليم ثانوي، الأمل هو أن نربو هذا الشباب على حب الوطن ونواصلوا المسيرة، هذا هو اللي نجم نقوله. احنا باش نكونوا كيما نقول لك عمليين وموضوعيين، وكيما يقول لك واحد يكون انسان براغماتي من الناحيه القانون المصالحه الوطنيه. نتكلموا عنده ايجابيات وعنده ولكن السلبيات اكثر من الايجابيات، باش نكون انا انسان واقعي وموضوعي. قانون المصالحه الوطنيه احنا على روحنا معاه، ما نكتبش عليه، كنا خايفين الخوف، هذا هو اختي الخوف هو اللي خلى. بصح فيه سلبيات قانون هذا المصالحة الوطنية، أن السلبيات أقول بلي مصالحة وطنية ما عندناش مشكل. النبي صلى الله عليه وسلم ومدخل إلى مكة والصحابة قالوا له هذين حاسمهم، قال لهم اذهبوا أنتم الطلقاء. وبالتالي احنا شنو نطالبوا في قانون المصالحة الوطنية؟ سؤال اللي دائما نطرحه، أين هم؟ هذه هي السؤال اللي نطرحه، قانون المصالحة الوطنية أين هم فقط؟ فيما يخص القانون المصالحة الوطنية، إحنا نقول أنا بغي المصارحة، عندك تجي المصالحة، من نجموش نتصالحوا غير هكا وما نعرفوا شكاين. إمبوسيبل، واحد ما على باليش
اللي يقول له تصالح بالسيف عليك وما نعرفش انا شاكي ما نعرفش بويا شصرا له شاله صاري له لا راه عايش كما قال لك حي ولا ميت. طاونا ورقه باللي راه ميت بصح ما على بالناش وين راه ميت وراه الجده تاعه ولا القبر تاعه ثم فرضوه علينا بالسيف عليك تصالح. احنا ما في قانون المصالحه الوطنيه ما احنا ما غاديش نحاكموا ولا غادي نشارعوا ولا احنا رانا قاع ولاد الجزائر كباينا نصالحوا ولا صالحونا طول المصالحه بس دروك ما راش مصالحه راها مغالطه دروك هذا هو المشكل الكبير. ما تخلي ما نضحيش بفئه تاع ناس وتردي ناس واحد اخرين احنا ما في الشعب ما يعرفش اللي في المصالحه ضرونا احنا ابناء المفقودين. يقول لك معليش اسمح في حقك وصايد مهم بلاد راه غايه وكاع سيدي نسمح في حقي مهم بلادي تكون غا انا تاني نبغي الخير لبلادي ونبغي بصح على الاقل صالحونا شكاين. انا دي فوا وحدي نقعد نتخيل انا هذا في بويا كي داير واش صرالاش واش مصرالاش وين راه لا راه حي وين راه لا راه ميت وين راه نبغي غير انا كي نحضر جنازه نقول لك يا بويا بويا عندي قبر تاع نبغي نشوف القبر تاع نبغي ندعي له بالرحمه نبغي احنا تاني رانا جزائريين احنا ما راناش داخلين بالباسبور هنا في الجزائر احنا رانا جزائريين كما قال لك ابا عن جد انا من جنسيه كما قال انا جدودي كاع عندنا جنسيه جزائريه انا ولاد بلاد هنا احنا تاني باغيين نخدموا بلادنا بصح شاولا يشوفوا فينا غير في هذه هذا المكان احنا رانا ناس بساطاء ما غادي نحاكموهم ما رانا كما قال لك عندنا مناصب عليا غادي نخربوا فيهم ولا احنا رانا ناس بساطاء عايشين على حسابنا الحمد لله يا ربي احنا بغينا غير هذه وصاي احنا بحال نهضروا بالعفويه تاعنا هذا كما قال لك بلو بلغه اللي يفهموها كاع الناس ما انا باغيين والو وربي ان شاء الله يكمل لنا شرنا باغيين. كيف ترون حاله حقوق الانسان في الجزائر مؤخرا من كل الجوانب يعني خاصه بالنسبه ل يعني عائله المفقودين يعني نرى مؤخرا من خلال المظاهرات السلميه التي قامت بها عائلات المفقودين في الجزائر العاصمة في بعض المدن الجزائرية يعني رافدين لائحة أبنائهم وأزواجهم ويعني مفقوديهم يطالبوا يعني بمصير هؤلاء المفقودين أين هم؟ أنا كذلك أنضم صوتي إلى صوت هذو المتظاهرين السلميين اللي هم يطالبوا بالحقيقة والعدالة ورسالة نوجهها للمسؤولين الجزائريين ارحمونا الله يرحمهم لان المجتمع ما رحمناش. انا علاه اليوم تكلمت انا ما كنتش نتكلم وكنت حاب نبني البلاد وشارك في الانتخابات المحليه وكنت حاب ندير تنميه وكانت عندي افكار الى اخره لكن غادي نعاود ناكدها رساله المسؤولين ان المجتمع لم يرحمنا ما رحمناش المجتمع راه يقولنا انتم ولاد ارهاب لهذا انا نطالب في الحقيقه أني باغي الحقيقة تبان صاي كرهت هذه الكلمة كل يوم ود الإرهاب ود الإرهاب ود الإرهاب ود الإرهاب تترشح يقولك ود الإرهاب تتكلم في حملة انتخابية يقولك ود الإرهاب شو ود الإرهاب شو راه يتكلم احنا ماناش ولا الجزائر. أنا هذا سؤال اللي نوجهه للمسؤولين علاه اليوم مشيت تكلمت صاي كيما قالك القطرة التي أفاضت الكأس هي اخرتها الانتخابات المحليه الشعب ولا يعايرني يقول لي انت ولد الارهاب بصح كون قانون المصالحه الوطنيه نصفني وطني حمايه معنويه ما هو نهار الحمايه المعنويه ما كانش حمايه معنويه ما كانش عندك تخرج كل يوم صاي وليت انا ما شغلني نقول لك انا وليت من الخدمه للدار وليت ما بغيتش نريح مع هذا المجتمع مجتمع اللي يتهمني يقول لي انت ولد الارهاب. الحمد لله حنا ماش باين نروحو نخرجو للخارج ولا لا حنا هنا باين ندافعو نقعدو هنا في بلادنا وندافعو ونعاود بس نوجه رساله للمسؤولين يرحم والديكم نصفونا والله لا رانا نعانو معنويا رانا نعانو في هذا المجتمع اش على مجتمع داي علينا نضره بلي حنا ولاد ارهاب حنا ماشي ولاد ارهاب حنا ولاد مفقودين صاي مفقودين والتاريخ راه يسجل والله التاريخ لا يرحم نعاود ناكد عليها هذه
شابا نقول لك انا فريمون اني مشوقي صاي كرهت هذه الكلمه تاع ولد الاعراب صاي بزاف بالغ السيل الزوبه صاي توقفوا انصفونا معنويا اعطونا حمايه معنويه وراها الحمايه معنويه انا نحوسوا على الحمايه المعنويه ما كاش والله لا حمايه معنويه ماش كاينه ونعاود أكد الان الظرف تاعنا هذا نتكلموا فيه نعاود ليس لتصفيه حسابات ولا صاي انا باين خير للبلاد انا باين نخدموا البلاد ومازال ان شاء الله بنزيد نخدموا البلاد شاو عطونا حمايه معنويه وعطونا الحقيقه قولوا لنا وراه وصاي عشان وليت انا في الليل النومه اصلا هذه الكلمه يعني توشي القلب اكثر من اللي اكثر من اي حاجه اخرى يعني لما تسمع واحد يقول لك انت ابن ارهابي ونسمعك انت تقول للسلطات المعنيه انصفونا يعني ما راهمش يطالبوا حاجه كبيره راهم يطالبوا بالانصاف المعنوي لا يحتاجون لامر اخر يعني قال لكم بلي نصفونا معنويا يعني اذا كان هنالك تعديل في هذا القانون اللي يقولوا عليه قانون المصالحه الوطنيه هذو راهم وطنيين راهم جزائريين راهم ابناء الجزائر راهم يطالبوكم باش نصفوهم يعني وكان ولو حبذا انه هذه كلمه تاع ارهابي يقولوا مفقود كما راهم يقول لكم باباهم راهم مفقود خواتهم راهم مفقودين عائلاتهم راهم مفقودين وعلاش خليتوا المجتمع يوصل حتى يناديهم ولا يعني انا بالنسبه لي يضربوني وما يقولوليش هذه الكلمه لانها كلمه تجرح اكثر من الضرب يعني شيء يعني يتوشي الصميم تاع القلب اكثر من الواقع لذلك يعني ان شاء الله تكون الرساله هذه وصلت وعندنا سؤال اخر كذلك نوجهه لكل من عبد القادر وعبد الكريم ماذا تقولون لعائلات المفقودين الذين يعانون مثلكم واش تقولوا لهم نقول لهم باللي رانا نحسوا بكم رانا عارفوا واش راكم تعانوا وربي معنا ان شاء الله باسكو ما عندنا حتى واحد عندنا غير هذه الجمعيه تاع المفقودين اللي راها معاونتنا وراها عطيتنا امل باسكو فريمون بنادم كان قعقاط على الياس ما كانش عندنا امل ان شاء الله بهذه الجمعيه بصح انتم الذين سوف تصنعون الامل انتم درتوا لنا الطريق تصنعون الحدث ان شاء الله بصح انتم درتوا لنا الطريق باسكو بلا بكم ما نجمو نتحركوا وحدنا ان شاء الله باسكو انتم درتوا لنا الطريق وكما قال لك عاونتونا بزاف انتم ثاني ربي كثر خيركم ان شاء الله نقول لهم ما تقطعوش الياس ما تقطعوش الاسبوار ان شاء الله بربي يجي نهار ويتبان الحقيقه ان شاء الله هذا الميساج نوصله لهم ان شاء الله يا ربي انا نقول لهم بكلمه واحده أننا نخدم الوطن قبل كل شيء ونزيد نواصل في مسيرة حب الوطن ولا كان عندنا أي فكرة ولا أي مشروع ولا نعاونوا احنا أولاد الجزائر ونعاود أكدها أولاد مفقودين ولا لسنا أولاد إرهاب بدليل أراني أستاذ أنا تعليم تلواني ربي في الـ في الأجيال في الأجيال ونقولهم الامل راه كاين ان شاء الله الامل عن قريب شاولا اللي قد نصبروا ان شاء الله ونناشد المسؤولين نعاود اكد عليها اناشد المسؤولين اعطونا حمايه معنويه فقط راجعوا هذا قانون المصالحه الوطنيه هذا ليس بقران راجعوا القانون اعطونا حقوقنا معنويه احنا ماش نقولوا حقوق ماديه ولا اعطيني حقي المعنوي اني انا والله في العالم في العمل هتصرى لي مشاكل اني انا بعض الاساتذه نبغي حتى نوصلهم يتكلموا يقول لك هذا ولد ارهابي هذا ولد منا لا ماشي كيما نهار وصلتونا حتى العمل ولينا نقفوه باش يروحوا نخدموا ولينا نقفوا العمل هذه هي نقولها انا ونقول لهم بلي مازال كاين الامل ان شاء الله نقولوا السلطات الى راكم تشوفوا فينا جزائريين كيفكم انتوما احنا عندنا غير حاجه واحده تراجعوا لنا هذا القانون تاع المصالحه الوطنيه وصاي تعطونا الحقيقة وتعطونا العدالة تاعنا أهم شيء الحقيقة أنا ما أنا باغي والو غير الحقيقة ولا كنتم نتوما تاني جزائريين لبونا غير هذا المطلب تاعنا وصاي هذا اللي غادي نقولها لكم وإن شاء الله مع هذا الحراك اللي راه كاين وكاع إن شاء الله نجيبوا حقنا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بزاف صوالح يتبدلوا إن شاء الله يكون في صالحنا وإن شاء الله هذا النظام
يتفهم ويبدد لك العقلية تاعها إن شاء الله يا ربي. أنا طلبت مناشدة للسلطات المعنية، ونعاود نقول مناشدة، إنصاف، حقيقة، عدالة، وخدمة الوطن، وحنا مستعدين، لأن الوطن ما عندناش وطن غير الجزائر، والوطن يتسع للجميع، كي ولاد مفقودين، كي المسؤولين، كي كل شيء. ونعاود نقول لسان المسؤولين، والله نحن لسنا هنا لتصفية حسابات ولا للطعن في الخلف، ولا احنا هنا نحوس على الحقيقة فقط. أمي صاي، أنا قرأت كلمة إرهابي، إرهابي قرأتها بزاف، صاي غادي نعاود نقولها لكم، ونقولها لكم بلغة الشعب. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، أنصفونا، هذه هي. والسلام عليكم، بارك الله فيكم. النضال لا يزال مستمر منذ عدة سنوات رغم الضغوطات والمضايقات. الشعار هو الحماية المعنوية والإنصاف، الحقيقة والعدالة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى موعد آخر ولقاء آخر من حصة نوبليون با، ما ننساوش على أمواج إذاعة من لا صوت لهم، وإطلالة أخرى من حصتنا هذه، ولعائلة من عائلات المفقودين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.